العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، مشاهدي الكرام، فهذه إن شاء الله تعالى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حوار مع داعية. نتشرف اليوم كما تتشرفون باستضافة الإمام العالم العامد المؤدب المهذب شامة الغرب الجزائري، بل هو شامة للقطر الجزائري ككل، أقصد الشيخ العلامة أبا عبد القادر ابن حنفية العابدين حفظه الله تبارك وتعالى رب العالمين. أهلا وسهلا شيخنا الكريم. مرحبا بكم. وعليكم السلام. أول ما نبدأ به كالمعتاد، من هو الشيخ الكريم؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أفردت الشيخ بن عاطي في هذا الذي وصفتني به، وما هو بي ولا أقاربه ولا أداني. والله أظن أني قصرت شيخ. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولك. أنا أخوكم بن حنفي العابدين من عين الحجر، ولدت بعين الحجر بباديتها سنة 48 900 ألف 67 و 300 ألف هجري، والتحقت بكتاب كان ببيتنا أنشأه والدي وهو دار الطالب كما كانت تسمى. تعلمت على بعض المغاربة الشيخ عبد الرحمن، وسني كان 3، التحقت بكتاب مبكرا وحفظت شيئا من القرآن، ثم واصلت حفظه على ابن عمي الجلال العابدين الذي مات مجاهدا. وبعد أن التحق أبي بالثورة الجهادية المسلحة أدخلني إلى مدينة سعيدة، حيث واصلت حفظ القرآن الكريم وقرأت 3 ختمتين، لكنني لم أتقن الحفظ. وبعيد استعادة الاستقلال أرسلني إلى بلعباس، حيث حفظت القرآن الكريم، ثم التحقت بالمعهد ولم أدرس في التعليم الابتدائي. كان والدي رحمه الله يمتنع أن يدخلني إلى المدرسة في عهد الاستدمار، وكان يقول وهو أمي بأنه عندما يأتي الاستقلال ستقام دولة الجزائر المسلمة وستكون دولة القرآن، فلم يدخلني إلى المدرسة بهذا الذي كان عليه رحمه الله. ثم التحقت بالمعهد الإسلامي بمدينة بلعباس، وعمري إذ ذاك 15 سنة، فدرست في هناك السنوات الإعدادي كما كانت تسمى. ثم التحقت بالتعليم في سنة 68 900 ألف بواران، وتابعت دروسي وأنا معلم بمعهد الأدب كما كان يسمى. ثم رأيت فيه اضطرابا وفوضى، فانتقلت عن رغبتي إلى معهد علوم الأرض وتخرجت منه سنة 74. ثم علمت في التعليم الثانوي بعد الابتدائي في تيارت، وبعد ذلك التحقت بالمعهد الأصلي، معهد التعليم الأصلي بمدينة معسكر، وعينت مفتشا للشؤون الدينية للتعليم الأصلي والشؤون الدينية كما كان يسمى يومئذ. اشتغلت هناك سنوات، وعملت في عدة ولايات، وعملت في الوزارة عاما ونصفا إبان الفتنة التي ضربت بلادنا. ثم بعد ذلك تقاعدت في منذ نحو 12 سنة. هذا اختصار عن سيرة المهن. والله تجربة الشيخ لا شك أنها زاخرة في ميدان العلم وميدان التعليم بإذن الله، وسنأتي إن شاء الله عز وجل فصول طيبة من هذا الأمر.
تقدمنا لشيخنا الكريم أن استوقف لي حديثكم أو فكركم للتعليم المصري. التعليم المصري في الجزائر له صبغة طيبة يذكرها الكثيرون ممن أكرمهم الله عز وجل بمزاولة الدراسة في تلك المعاهد التي كانت تعنى بالتعليم المصري. فهل من كلمة في هذا الباب حفظكم الله؟ هذا شيء أكرم الله به هذا البلد ووفق مسؤوليها إلى أن يعتمدوا منذ عهد وزير الأوقاف الشيخ توفيق المدني رحمه الله تعالى، ولقي هذا التعليم اهتماما عظيما من الدولة في وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية كما كانت تسمى يومئذ، وقاد هذه المسيرة مولود قاسم الغيور على بلده، الغيور على عربيته، كان قامة في هذا الميدان. وكنا يومئذ غير راضين عنه في بعض الأمور لحماس الشباب، ولكن أين الناس من مولود قاسم؟ كان هذا التعليم يضم كل ما في التعليم العام كما كان يسمى يومئذ، ويزيد عليه بعض المواد التي هي التفسير والتجويد حفظ القرآن والفقه وغيرها من المواد والخط وغيرها من المواد التي كانت موجودة فيه زيادة على ما هو في التعليم العام. والذين تخرجوا من هذا التعليم كثير منهم هم إطارات للدولة الجزائرية اليوم. وثم بعد ذلك حصل في سنة 77 بعد الميثاق الوطني الذي ناقشه الناس وطالبوا فيه كما هو موثق عندي في تسجيلات الناس، طالبوا بتعميم هذا التعليم لما رأوا فيه من مزايا خدمة لدينهم ولبلدهم، وهذا استجابة لما عليه الأمة من أصالة ومن تدين. فحصل أن هذا التعليم صدر بشأنه قرار فضم إلى التعليم العام، ونص في هذا القرار على أن تدعم في التعليم العام التربية الدينية، ثم حصل ما حصل. فما كان هذا وأنتم تعلمون ما عليه الأمر اليوم. فخسرت الجزائر كثيرا من الأمور التي كانت ستجنيها من وراء هذا التعليم الذي يستجيب لتطلعات الأمة ولدينها ولأصالتها. وكان فصل هذا التعليم أو إدماجه يعني مسببا بشيء غريب، وهو أنه الخشية من أن ينشأ جيلان متصارعان في البلد، وكان الذي يقتضيه هذا التعليل أن يعمم هذا التعليم الأصلي على التعليم العام. لا يعني أنت إذا رأيت شيئين متناقضين وكان أحدهما أعلى وأهم وأعظم، ينبغي أن ترفع الأدنى إلى الأعلى لا أن تنزل بالأعلى إلى الأدنى، لكن هذا شيء كتبه الله وقدره، وما قدره الله كان. هذا ما أكتفي بذكره في هذه الفقرة. الله عز وجل يلهمنا رشدنا. آمين. وأن يلهم مسؤولينا إن شاء الله عز وجل. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. كذلك ذكرتم شيخنا الكريم وأنتم تتحدثون في هذه الترجمة الممجزة جدا، ذكرتم أنكم مارستم العمل الإداري في مديرية الشؤون الدينية وفي وزارة الشؤون الدينية. لا أدري إذا كان وأنتم من رجال العلم والتعليم، لا أدري إذا كان ذلك العمل أعاقكم خلال تلك المرحلة. أنا عينت أستاذا للتعليم الأصلي بمعهد معسكر الذي بني، وله نظير في الولايات بحيث بلغت 28 ثانوية على نمط معين ومعمار موحد. كان يشرف على هذا المخطط نتاع البناء كان يشرف عليه الشيخ بوشامة ومهندس معماري اعتمده الشيخ مولود قاسم. وعينت يعني منصبي الأصلي كان في التعليم، لكن مولود قاسم الوزير السابق رحمه الله تعالى كلفني بالتفتيش بمقررة في سنة 74، فتوليت هذا الجانب الإداري. والجانب الإداري في الشؤون الدينية يختلف عن غيره، لأن الذي يكون فيه ينبغي أن يحوز قدرا ما من العلوم الشرعية، لأن الناس ينظرون إليه على أنه رئيس الأئمة والله الذي يتولى هذه الإدارة المتميزة، فينبغي أن يحوز قدرا من هذا. فوجدت نفسي في منصب لا أستحقه. ليه؟ لأنني مطالب، بعض الناس يقصدونك للفتوى ويقصدونك لكذا، ومعارفك لا ريب أنها ضئيلة. فكان أنني بالإضافة إلى ما سبق مما تلقيته في المعهد ومن مطالعات الخاصة وأعمالي الخاصة،
كان علي أن أجتهد في هذا الجانب حتى أغطي هذا النقص، حتى أغطي هذا النقص. فاجتهدت خلال 30 سنة التي مارست فيها هذه العمل الإداري، إما مديرا في ولاية، وعندما كان مدير معنا ذلك الوقت كانت الدولة لا تعتمد هؤلاء المديرين بالمزايا التي تعتمد فيها المديرين الآخرين، بل كان الشخص يكلف بالإدارة. فكنت أجتهد في أن أوفق بين هذا العمل الإداري الذي لم يكن فيه إلا شخص واحد وهو المدير، ومجموع فيه كل الأعمال، ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. فكنت أقوم بالعمل الإداري البحث، وبالعمل الميداني، وبالندوات التعليمية، وبالمشاركة في التكوين وغير ذلك، وهذا كله من توفيق الله وفضله. وكنت في نفس الوقت أجتهد في أن أرقي معلوماتي، فكنت أضع الكتاب على المكتب فأقرأ منه فقرة، فإذا جاء وقت عمل استقبلت شخصا أو قمت بعمل ثم رجعت إلى ذلك الموضع الذي قرأت منه. فشوقي عظيم إلى يوم القراءة، ولكن الجهد محدود، فسددت كثيرا من الخلل الذي عندي والنقص الذي عندي، وإن لم أبلغ ما كنت أرومه لأن وقتي كان ضيقا واسما في الإدارة. فلما تخليت عن الإدارة بمحض إرادتي في التسعينيات، يعني حصل لي شيء من الفراغ، استغللته أكثر ولله الحمد في سد الخلل، وما زال. معنى ذلك أن العمل الإداري أو غير الإداري، إذا كان إنسان صاحب همة وله هدف واضح، يعني إن شاء الله لا يحول بينه وبين أن يتعلم وبين أن يستفيد وأن يكون نفسه وأن يفيد غيره في الوقت نفسه، كما حصل من الشيخ. شيخنا الكريم، مما أكرمكم الله عز وجل به أنكم درستم على الطريقة القديمة، ولا شك أن الطريقة القديمة تعتمد كثيرا على طريقة حفظ المتون واستشراحها ونحو ذلك. هذه الطريقة يعني تضاءل التعامل معها كثيرا في هذا الزمان مع الدراسة الأكاديمية وكذا، ونحن دائما نحث الشباب على الاهتمام بهذه المتون العلمية والترقي فيها وفي مدارجها وفي منازلها واستشراحها إلى آخر ما هنالك، لكن كثيرا منهم تجده يميل إلى الطريقة الحديثة يعني وفيها ما فيها. نعم، الارتباط بكتاب بعينه بحيث يقرأه الشخص على يد من هو خبير به ويعرفه، يقرأه الشخص على غيره، هذا خير له من غيره. الناس في الماضي كان الشخص عالما يعد مادته فيمليها على طلابه ثم يصير ذلك الإملاء كتابا. أما اليوم الناس هم دون ذلك بكثير، إلا من رحم الله، إلا القليل النادر الذي هو عالم. ولذلك أفضل ما ينبغي أن يرتبط به هو طريقة أسلافنا، وهو أن الإنسان يقرأ كتابا بعينه، سواء في الفقه، في الحديث، أو في اللغة، أو في غير ذلك. ولا مانع من أن هذا الذي يشرف على هذا التعليم يعد للدرس ويهيئ له ويقدمه على الطريقة المرتضى، لكن لا بد من الحفظ ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا، ثم تفكيك هذا المصنف. وإن كان مثلا مصنفا فقهيا، فينبغي أن لا يربط الناس بمجرد المصنف، بالمصنف نفسه أو بتصنيفه، ينبغي أن يربط بأصله وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقع في أخلاد الناس وفي أذهانهم أن هؤلاء العلماء رحمهم الله ما كان عملهم إلا لخدمة شريعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر حسب الإمكان مثلا الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأحكام التي يلقنها الشخص. فالارتباط بالمصنفات خير من غيره، لأن الإنسان عندما ينتهي من قراءة المصنف يفرح، وهو أنه قرأ كتابا ويجاز فيه، فهذا خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المشاهدين والمشاهدات، نعود مجددا إلى فضيلة الشيخ أبي عبد القادر ابن حنفية العابدين حفظه الله تبارك وتعالى من كل سوء مع هذا الحوار الدعوي الطيب الشيق. فضيلة الشيخ حفظكم الله، نعود مجددا إليكم، والآن وددنا لو حدثتنا عن بعض مؤلفاتكم وعن أحب المؤلفات إلى قلب الشيخ. نعم.
الحمد لله. عادتي فيما أكتبه هو أنني أعمد إلى ما أرى الحاجة قائمة إليه، ولا أرغب في أن أضم كتابا إلى كتب سبقت بحيث لا يكون فيه شيئا يعني ينتفع الناس به. وهذا ربما ذكره السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى في كتيبه الذي هو التعريف بأدب التأليف. يعني من ما أحبه كتابي في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني الذي يسمى بالعجالة، وهذه الرسالة لي معها عواطف، وهو أنني درست شيء كثيرا منها أو شيئا منها على بعض الأساتذة في معهد التعليم الأصلي، وأهدي لي شرحها، أهدى لي شرحها توفيق المدني، الشيخ توفيق المدني في العام الأول، فارتبطت بهذه الرسالة وكنت أحبها، وأسلوبها سلس مقارب تقريبا لا يحتاج إلى شرح اللهم إلا أن يذكر الدليل، وصاحبها أفعم هذه الرسالة بالاقتباس من النصوص من الكتاب والسنة فبناها على هذا المعنى، وهو ألفها للصغار، ولكن اليوم ربما تضعف همة بعض الكبار عن تناولها. فكان أنني عندما نظرت في معظم الشروح وجدت أنها خالية من الاستدلال، فحاولت أن أقربها بذكر هذه بذكر الأدلة من الكتاب والسنة، السنة الصحيحة. فهذا ما يعني هذا من جملة ما أحبه، وإن كنت غير راض عنه لأنه في حاجة إلى مراجعة وإلى اجتناب بعض الهنات التي فيه. ونحن نحسب أن هذا الكتاب يشار إليه عجالة رسالة، نحسب أن الله تعالى جعل له القبول. الله جزاكم الله خيرا، سأل الله تعالى. إنجازات أخرى شيخنا الكريم، إن كان مؤلفات كثيرة بفضل الله عز وجل، والله إنجازات كنت كتبت في بعض المسائل التي كان فيها نزاع، وكان الناس بعض الناس يغلون في فتاوى أهل العلم الاجتهادية ويرون أن من خالفها فقد خرج عن الحق. فمن ذلك كتابة رسالتي اللي هي القول الثابت في صوم يوم السبت الذي حصل فيه نزاع، وكان الناس يسمون من يصوم يوم السبت يصوم صوم اليهود، فكان أن كتبت في هذا شيئا سبحان الله. هذه غلو، هو صاحب الكلام الألباني العلامة المحدث رحمه الله قال بأن هذا لا يلزم، فتوى العالم المجتهد غير ملزمة وإنما حكم القاضي هو الملزم فرحمه الله، لكن بعض الناس غلا في ذلك، حتى نصحني بعض الناس بأن لا أكتب. قال لي كيف تخالف عالم؟ قلت له ما كتبت لمخالفته. قلت ثم إذا كان سبب الرد هو مخالفتي للعالم وأنا لم أقصد مخالفته، قلت له فينبغي أيضا يقال له خالفت 90% من الناس. وكذلك كتابي عن بيع الذهب والفضة بالتقسيط بالعملات المعاصرة إلى أجل، وهذا فيه قرار من المجمع الفقهي بجدة منذ سنة 1903، فكان أنني كتبت هذه الرسالة لأبين أنه لا دليل على هذا المنع، وأن ما تشبث به المانعون ليس صوابا، وديباجة القرار تناقض مضمونه، فكتبت هذه الرسالة. فمعظم ما كتبت رأيت الحاجة ماسة إليه، والاشتغال والله أعلم بالتعليم يعني أقرب، لأن التعليم إصلاح مباشر، والتأليف موجه إلى فئات معينة وقد لا ينفع إلا بعد عقود، وهذا ما كان عليه سلفنا كالشيخ عبد الحميد بن بديس والإبراهيم وغيره، كانوا أقدر على التأليف، ولو أنهم تفرغوا للتأليف لخلفوا مئات المؤلفات. وهذا والله مقدم. لكننا نتأثر تأثرا بالغا حينما نرى معاني كثير من أبنائنا من هذا الغلو، سواء في هذه المسائل أو في التبديع أو الغلو في التكفير أو نحو ذلك من المسائل المعروفة، فهل من كلمة لهؤلاء الشباب حفظكم الله؟ نعم، ينبغي أن يرفق بهؤلاء الشباب، نحن لا نتحدث عن مقاصد الناس، هم يريدون الخير، ولكن ما كل مريد للخير وراغب فيه يوفق في الوصول إليه،
وأنت تعلم بأن معظم شبابنا إنما لم يتلقوا التعليم بطريقة منظمة، وما أخذوا نتفا من العلم، اختطفوا كثيرا من الأمور، من الأشرطة، من الرسائل، من الفتاوى الهاتفية. فهم يعني يريدون الخير، ولكن ينبغي أن يرشدوا وأن يوجهوا. وأحسبوا بأن هذه الموجة ستزول بعد لئي. رأينا الكثير منهم ممن ذهب ليتعلم وثافن العلماء وجلس في حلقات العلم صلح حاله. فهذه هذا الأمر ينبغي أن يعالج برفق وبالعلم، وأن لا تتتبع هذه الهنات وهذه المخالفات. فالخير أن الإنسان يعمل ويسكت ويصبر. وأنا رددت هذه المقولة كثيرة، فما وجدنا أنفع منها ويصبر. إن شاء الله هذه يصل بها، لأننا رأينا بأن النزاعات والتعقيبات والردود هذه لا تأتي بثمرة، وإنما يزداد بها الغيظ، تزداد بها الأحقاد، تزداد بها الشحناء، وتستنزف الطاقات في غير محلها، فيعرض الإنسان عنها ويشتغل بالخير الباقي. من هذا القبيل أيضا الشيخ الكريم، يعني الآن كاين حدة، بعض الحدة في الفرقة فيما بيننا، ولا شك أن هذه تستنزف يعني كثير من الطاقة. الله جل وعلا حذر من هذا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا إن الله نصر. هذه والله شوف، المجتمع لا يمكن أن نزعم أنه يخلو من الفئات ومن الطوائف ومن الجماعات، لا يمكن أن نزعم هذا. هذا موجود في أول سورة البقرة، ذكر الله هذا. والداعية ينبغي أن يعرف هذا، ينبغي أن يعرف محيطه حتى يعالجه. لك أن تحتفظ بما تراه أنت، والله يعلم قصدك. إن كنت تريد بهذا الذي أنت عليه الحق، كنت تريد به الخير، وإن بنيته على علم أو لا، لك أن تحتفظ بهذا. ولكن عليك أن تراعي محيطك، عليك أن تعمد إلى النصح، إلى التوجيه، إلى الإرشاد. ولكن لا يصح للإنسان أنه إزاء مخالفه أن يناقض ما ينبغي أن يرعى في وحدة الأمة، وأن يرعى في تجانسها ونظامها وأمنها. فينبغي أن يراعى هذا الخلاف، ينبغي أن يراعى فيه هذا، أن يقف عند حد، وأن لا يصل إلى حد التنابز والتراشق واستنفاذ الطاقات وتضييع الوقت. ولا أخفي عليك أن الحاكم عليه أن يتدخل في هذا. الحاكم عليه إن لم يفرق بين الصالح والطالح والبر والفاجر، عليه على الأقل أن يعامل الناس على قدر المساواة، بميزان المساواة، وأن يرعى فيهم هذا الوصف الذي يزعم في هذا العصر، وهو وصف المواطنة وتكافؤ الفرص. وعلى الجميع أن يرعى هذا الجانب، لأنه إن لم يرعاه واحتد الخلاف فقد افتات على الحاكم وسبب له الفوضى. هذا الذي ينبغي أن يكون. نعم، والله أعلم. الذي أعتقده هو أن الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى عليه أن يستغل كل حيز يتاح له ليبلغ كلمات ربه، وليدعو إلى الله، وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما أنه يجد موقعا إعلاميا خاليا من كل المفاسد، وأنا أذكر لك شيئا، وسائل الاتصال التي يستغلها الكثير منا في الدعوة إلى الله أو في غير ذلك، من أنشأها؟ وهل الذين أنشأوها راموا بإنشائها أن يخدم دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك نحن نستغلها، يستغلها الناس في الفتاوى، في التوجيهات، أنشأها غيرنا. وأنا احتججت بهذا على بعض من يلومنا على أننا نعمل في إطار هيئات إعلامية معينة أو جمعيات، فقلت له أنت تستغل حيزا فضائيا أنشأه كافر مغرض، وتصبر على ما فيه من أذى. فإذا كنت تستغل هذا الحيز الذي أكراه لك واستأجرته من كافر، فكيف لك أن تمتنع من أن تنفع الأمة
في إطار نظامي في جمعية معينة وهي هيئة إعلامية معينة تعرف أصحابها. أما أننا يعني نفعنا في هذا الميدان فهذا شيء يسير لا يكاد يذكر، الله أعلم. لمجابهة هذه الأفكار الدخيلة على أمتنا، وأمة الجزائر بفضل تعالى هي أمة الإسلام والسنة بفضل الله عز وجل. أبرز ما يقفز إلى ذهني بعد سؤالك هذا هو أن ما كنا عليه قبل سنوات من محاولة في محاولة منا للتحصين، وهو المنع من المخالطة ومن المجالسة ومن غشيان هذه المواقع، هذا الذي كنا عليه قبل. وإذا رجعت إلى ما قبل بعشر سنوات تلقى كانت هذه مثلا مخادع الهاتف، كان يسألنا بعض الناس فنقول لهم، يقول لك هل يجوز لي أن أفتح مخدع هاتف؟ نقول له اجتهد واكتب لوحات بأنكم يا ناس استعملوا الهاتف في كذا وكذا. هيك كانوا يسألوننا مثلا عن هذه المواقع نتاع الانترنت هذه، كان واحد يجي يقول ندير مقهى، ندير، نقول له دير ولدي، ولكن عليك مثلا أن تأتي بخبير يحجب المواقع الفاجرة ويبقى على الصالح منها ووجه المشاركين عندك. كنا نقول ذلك، ثم صار كل شخص، أنا أقول شيئا أضحك به أحيانا وأنا أتألم، صار كل شخص معه موجهه. هذه الهواتف الآن، كنا مثلا كلامنا كان عن التلفاز في الدار، ثم ماذا تصنع الآن؟ ولا يمكنك أن تمنع هذا عن الناس. ليه؟ لأن الإنسان اليوم يستخرج بطاقته، بطاقة تعريفه بواسطة الإنترنت، ويعرف موعد امتحانه، ويشارك في معرفة مسكنه في الحج في هذه الوسائل، فأنا لك أن تمنعه. باقي لنا التحصين العقدي، أن ننقل الناس بما نستطيع من وسائل عن الإسلام المربى والمنشأ والتقليد والمتابعة إلى الإيمان الحق، أن نغرس في نفوسهم الإيمان الحق المستيقن، فإنه هو الذي يعصمهم. لا أعظم من هذا، إذا أقمنا في نفوسهم هذا الاستيقان بإيمانهم وإسلامهم إن شاء الله يكون ما وراءه هينا. ولا شك أن هذا صعب، ولكنه هو مربط الفرس. شيخنا الكريم حفظكم الله، الحديث كما يقال شيق والوقت كما يقال ضيق أيضا، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بشيخنا حصة أخرى بحول الله تبارك وتعالى. معاشر المشاهدين والمشاهدات، نعدكم بإذن الله تعالى أننا سنستمتع بجلسة أخرى طيبة مع فضيلة الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى من كل سوء. إلى ذلك الحين استودع الله دينكم وأماناتكم وتم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.